السلام عليكم خوتي، معكم عرف اف اش. فيديو جديد اليوم ان شاء الله. اليوم اخوتي هذا الفيديو هذا ما يكونش موضوع على الحمام، ولكن هيكون شكر للمتتبعين ديالي والمشاهدين ديال القناه ديالي، الناس اللي كتتبعني من البدايه ديالي وحتى الناس اللي جديده. يعني انا فيديو اللي فات عملت فيديو باش نعتذر حيت على الناس اللي كتسبني وكتطيح من القيمه ديالي وكتطيح بالقيمه داتشي اللي كنعملو بزاف الحاجات، وكيجي يسبوا لي والديا وبزاف الحاجات. يعني خلوني نفكر بديك الفكره هذيك باش نوقف فيديوهات، حيت اصلا انا ما كنعملش هادشي هذا، كندخل منه فلوس ولا شي حاجه. يعني هادشي هذا كنفيد به الناس، يعني هادشي هذا في الهوايه ديالي. كنبغي يعني نقرب الناس بزاف على الحمام، والناس اللي ما عرفاش يعني تربي الحمام كنحاول يعني نعطيها واحد الفكره كيف تربي الحمام وكيف تتعامل مع الحمام. عليها خوتي يعني مشوف دي كومونتيرات بزاف كيقولوا لي عرفه كمل، عرفه كمل، ما توقفش. السمر السمر السمر، يعني ملي كتشوف هاد الكومونتيرات هادو يعني كيدلوا ان كاين الناس كتبغيني ومتبعاني. يعني كاين الناس اللي ضروري خاصها تشوف الجديد ديالي ومتبعه الفيديوهات ديالي من الاول، وكاين اللي جديد دخل وعجبو الفيديوهات ديالي وبقى متبعني. عليها مشو دوك الكومونتيرات صراحه زادوا حفزوني وباش نستمر. صراحه كنشكر الناس اللي واقفه معايا وكتبغيني وكتعجبها هادشي اللي كنعمل. صراحه يعني كنت نفكر يعني نوقف فيديوهات، ولكن بسبب الناس اللي يعني جبرت الناس بزاف كتبعني وما عامله لي والو، يعني ثقه فيا وعجبها هادشي اللي كنعمل انا. عليها قررت نرجع ان شاء الله، وش نقول لكم ديما الجديد ان شاء الله هيكون كنوعدكم. الصراحه كاين الناس اللي باقا يعني ما عرفتش اني خصها مني، ولكن هنرجع للناس اللي كتبغيني وكتعرف القيمه ديالي. وشكرا خوتي، وكنشكركم بزاف بزاف على هادشي هذا اللي كتعملوا معايا وكتدعموني. يعني بلا الدعم ديالكم ما نقدرش نكمل ونستمر في هادشي هذا. وبغيت نقول لكم اخوتي، الناس اللي ما كنجاوبهاش يعني تسمح لي. بزاف ديال الناس قالوا لي بلوكي الناس اللي كتسبك وهداك، ولكن يعني كاين الناس اللي فعلا كتدخل كتسقسيك، وحتى لما تعطلتي باش تجاوبها كتقول لك هانيه ماشي مشكل. وصراحه بزاف ديال الناس كندخل الميساجات كنجبرهم مسرد لي تقريبا شي جوج سيمانات، هو مسرد لي الميساج كندخل كنجاوبو كيقول لي ماشي مشكل اخاي وشكرا كمل كمل. يعني فريمون هاد الناس هادو راه كيبغيوك وكيبقاو صابرين معاك وكيتفرجوا لك الفيديو ديالك. صراحه كنقول لهم شكرا شكرا بزاف على هاد الناس اللي كتبعني. وصراحه كاين بعض الكومنتات عاوتاني اللي قالوا لي حيد الواتساب، صراحه كنفكر واقيلا نحيد الواتساب حيت لا بقى هادشي هذا. اذا صراحه الواتساب عاملو بنوضح لكم اكثر، الواتساب عاملو يعني على كاينه بعض يعني كنجاوب بعض فئات، يعني الناس اللي كتكون عاوتاني ما قدرتي تتواصل معايا في فيسبوك ولا في باج ديالي في فيسبوك. كنحاول نجاوبها في الواتساب. صراحة كاين الناس اللي كنجاوبها في الواتساب، وبزاف ديال الناس قالوا لي اعمل جروب. صراحة يعني عاوتاني كنعمل جروب فكرت يعني نعمل جروب عاوتاني كلا ما هدرتش فيه بزاف، ويقول لك يعني عملتي جروب وكاع ما كتهضر ولا شي حاجة بحال هكذا. الصراحة يعني هادشي هذا هو اللي كيزيد يعني كيزيد الناس كتبقى تدخل عليا وتبقى تقول شي هضره لا علاقه عليها. كنفكر نتجنب هادشي هذا. مهم يعني بزاف الاراء سمعت من عندكم وعجبوني بزاف، يعني الناس نصحوني
وكنقول لكم شكرا شكرا بزاف يعني صراحة. مي كتشوف الناس بحال هكا كيبغيوك وكيتيقوا فيك يعني، واخا ما عطيهم والو ما وعدك يعني بعادين عليك يعني، ما كاين الناس ما كنعرفهم ما كيعرفوك كيهضروا فيك في الخير على حسب الفيديوهات اللي كنزل. صراحة كنشكرهم بزاف، وحتى انا كنشكر الناس كاملة اللي كتبعني. صراحة بغيت نرجع واحد فقرة اخرى يعني كنت عاملها من قبل وكنفكر عاود نرجع نعملها. بغيت نقول لكم اخوتي في هذا الفيديو هذا يعني، الناس اللي اثقل تدخل تكومونتي خمسة كومونتيرات الاولى ان شاء الله نبقى نعمل لهم ديديكاس، حيت بزاف الناس قالوا لي خاي عرفه بقات من ديديكاس ديديكاس. مهم يعني الناس اللي خصنا نعملها ديديكاس يعني خمسة الاولى اللي دخلت كومونتير في كل فيديو نحاول نعملها ديديكاس. و شنو بغيت نقول لكم يعني، اللي دخلت كومونتي يعني تكومونتي بسمية ديالك وسمية المدينة ديالك باش يوصلك الديديكاس اللي بغيتي اخاي. المهم اخوتي يعني بارطاجيو معنا هذا الفيديو هذا باش الناس يعني تعرف اللي رجعت ان شاء الله ونكمل في الجديد. بغيت نجاوب على بعض الاسئله ديالكم طرحوا لي. كاين الناس كتقول لي يعني طيار الحمام، كاينه واحد او قال لي بقات تهضرنا على فواياجور على فواياجور السباق. ما كنبغيش نهضر على حمام السباق حيت اخا يعني انا ما كنربيش الحمام السباق باش ما نقدرش نديكم نقدر يعني، حيت ما نقدرش نديكم شي معلومات مزيانه على الحمام السباق. نقدر نعاونكم يعني في تختار يعني كيف تختار يعني فواياجور اصيل حر حمام الزاجي الاصيل. نقدر نساعدك يعني كيفاش تزوج الحمام، كيفاش تعرف الحمام زاجل واش وجد واش قابل للتجاوز شي حاجه بحال هكذا. وكاين الناس اللي قالوا لي هضر على الحمام الطوسي وحمام يعني تا هذوك داخلين حمام الزينه العنبر وبزاف الحاجات. السبب اللي كيخليني ما كنهضرش على هاد الانواع ديال الحمام هو يعني ما كنربيهم شي عليها، ما كتتاح لي شي فرصه نبقى نهضر عليهم عليها. كنبقى نهضر على كارتيتان الخينيسي سوفيان فواياجور بعض مارس يعني، وخصوصا فواياجور يعني عندي ديال توكيل كانوا عندي واحد جوج سباق كنت بعتهم. صراحة يعني ما تقدرش يعني تعمق في بزاف الانواع ديال الحمام حيت كل نوع كيتطلب يعني التربية ديالو في شكل يعني. اتربي كارتيتان ماشي هي اللي اتربي فواياجور، اتربي الخينيسي ماشي بحال تربي يعني الطوسية ولا شي حاجة. كل واحد عنده طرق التربية ديالو والسيستم ديالو. عليها ما كنبغيش نهضر لكم على هاد الانواع ديال الحمام هادو. وصراحة يعني الحاجة اللي كنقدر نفيدكم فيها كنحاول يعني نجاوب اخوان عليها ونفيد الناس معايا حتى هما خصهم يعرفوا. المهم اخوتي يعني، وبغيت نقول لكم واحد الحاجه يعني مادام هنرجع ارجع بواحد الحله جديده ان شاء الله. بغيت الناس اللي يعني اللي عندها مواضيع اللي خصها شي حاجه نهضر عليها. بزاف المواضيع عندي قالوا لي كاين اللي قال لي هضر على البراكه كيفاش عدلتيها ان شاء الله الفيديو ديالها ان شاء الله نعدلو. وشنو اخر كاين الناس قالت لي يعني كيفاش تركب الشرابة في الصندوق بزاف الحوايج كيقولهم لي. حاولوا يعني كومونتيرات يعني تحاول تنزلوا لي مواضيع في كومونتيرات ونحاول نعدكم عليها فيديو. شنو اخر قال لي واحد الصديق شحال المدة اللي كتستعمل فيها السجنة. الصراحة هنعدل هاد الفيديو هذا في هاد الايام هذا على السجنة شحال المدة يعني تخملها. الناس اللي عندها الوقت كان نصحها يعني تبقى تسخن من السجنة يعني البراكة ديالو تسخن من يعني دايما ما تخليش فيها الوسخ، حيت يعني النظافة ضروري للحمام حيت هي اللي كتساعد الحمام على ما تخليهمش مرطوب بزاف الحوايج اخوتي. المهم اخوتي يعني بغيت نقول لكم
شكرا شكرا بزاف. وما تنساوش يعني الناس اللي خصنا من الديديكاس تحاول تكومونتي في 5 الولايات اللي يكومونتيو بمدينة الاسم ومدينة ديالك. مهم يعني اللي ما يكومونتيش بمدينة ديالو اسم ديالو راه ما نقدرش نعملو ديديكاس. الناس اللي 5 الولايات اللي يعملوا لي سمية يعني سمية و ديالك وسميه المدينه ديالك وما اللي نعملهم ديديكاس. شنو اخر؟ المهم اخوتي ما نزيدش نطول لكم في هذا الفيديو هذا. شكرا اخوتي، بيس عليكم. بارطاجوا معنا هذا الفيديو هذا باش يوصل. وشكرا اخوتي، كنبغيكم بزاف كما كتبغوني في الله. شكرا لكم، فيديو اللي ما جاي ان شاء الله.